السلام عليكم شباب، وجمعة مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. مقطع جديد في سوق النهضة يوم الجمعة، تعالوا نشوف شنو الأغراض الموجودة وشنو الأسعار. أهم نقطة لا تنسانا باللايك والاشتراك، لأن آخر فترة تفاعلكم جدا ضعيف بالنسبة لللايكات، وطونا آراءكم والتعليقات وشنو الأسعار اللي تفيدكم. كالعادة أول ما نجي إحنا اليوم من جهة الكندي، أول ما نجي أجعل أبو الطباخات، لأن أبو الطباخات كل بيت محتاجه وأسعاره حلوة ونظيفة. يم الأخ مصطفى، الله يسعدك حبيبي، شلونك قلبي حبي؟ سولف لنا على الطباخات. هذا يونير مصري 90 في 60. 90 في 60 تبيعش؟ 200 ألف. هذا اليونيفيرسال 225 يونيفيرسال أبو الخمس عيون. 90 في 60. وهذا؟ هذا الكرياسة 300 إلى 25. 300 إلى 25. وهذا شنو؟ هذا الفريش على 200 ألف. هذا الفريش هم على 200 ألف. شوف فتشي نظافة وابداع. وهذا بيش هذا وشنو نوعه؟ يونيفيرسال 225 ألف. باوع شلون حلو. خبر شنو اليوم كله خمسة عيون؟ خمسة عيون. هلا زين. هذا الجامبو الاشتار، هذا القديم مالنا؟ لا لا. ها بيش هذا؟ هذا 250 ألف. هذا شنو؟ كريازي بيش؟ 275 ألف. هذا الاشتار القديم مال المؤسسة مال الثمانينات، تجي عين طويلة بالنص، بيش هذا؟ 250. شوف 250 ألف. وهذا شنو؟ هذا 250. هذا 250، هذا عشتار جامبو. كل هاي الطباخات يم الاخ مصطفى. بالنسبه الرقم التليفون 0770 0772 292 80 0 1 7. اي استفسار عندكم تقدرون تخابرونا، والولد ما يقصر ابد. هنا الاخ ابو زينب، انواع واشكال مال ذوي الاحتياجات الخاصه. شوف حبيب ابو زينب، شلون سعره هذا؟ لنا على 75 ألف. هذن العربانتين، هاي على 100، وهاي هم مقعد تواليه تجي هم على 100، يعني ذن على 100. وعندنا هاي على 85 ألف. هاي 140. بالا هاي بالا. هاي على 70 ألف قفل. هذا جدر ضغط إيراني على 30 ألف. عندنا هاي العكازات على 10 آلاف دينار مال بالا. حتى إذا تحبون تشترون أغراض وأدوات هم تكون عنده. بالنسبة الرقم تليفونه 0771000299 83. هاي هنا ابو المكانس الكهربائيه، جميع مكنسه كهربائيه تلقاها عنده كله مستخدم وفد شيء، بس نظيف جدا نظيف. الله يساعدك، شلونك حبيبي؟ حبي على ايش قد المكانس؟ 11 اصلي 45. هاي مكنسه سيرفر كريست الاصلي. كريست؟ ها سيرفر كريست بيش؟ 40. هذا الهيتاش التقليد بيش؟ الهيتاش التقليد 35. هذا سيلفر النوعية الجديدة. سيلفر النوعية الجديدة بيش؟ هاي 45. هاي التكنو الجديدة. التكنو الجديدة بيش؟ هاي 60. هاي بيعتها بالكارتون. هاي غسل شطف وغسل زوالي. غسل وشطف وغسل زوالي وتخومة بيش؟ هاي 100 ست البيت. هاي زين. هذا التركي بيش؟ سرعتين وكنس ومي. بيش؟ 40 ألف. سحب وطني. وهاي اختها زين. الهيتاش هاي بيش؟ بيش 45 ألف. هاي شنو اللي بيدك اللي وخرته؟ هاي الستاند. ستاند مال شنو؟ فيد الحمام يطول 4 متر. ها حلو. بيش؟ هاي 3000. 3000. ان شاء الله نجيب كمية. زين رقم تليفونك 0770 0254 0221 0221. اي استفسار عندكم تقدرون تخابرونه، وحتى ادوات تلقون عنده.
جابة تعال اليوم نشوف سيد رحيم جايب لنا جايب شغلات تحف. اول ما نجي على هذا سيت الطبلات طبعا جدا راق وحلو. بيش هذا سيد؟ 75,000. يجي ثلاثة ووحدة كبيرة اللي هي هاي. شوف وعندنا هذا ميز الطعام، اربع كراسي هم زجاجي وشغلة مرتبة. بيش هذا؟ 100,000. كذلك عندنا هذا التخم بيش هذا؟ 250,000. وهذا الكاونتر الحلو، هذا الكاونتر على 400,000. هذا على 110 بس سنك مرمر. وعندنا هذا ثلاث قطع بيش 100,000؟ 200,000. هذا ثلاث قطع بس هذا السنك مالته ستيل. وهذا الوردي الاحمر 450. هذا يجي ثلاث قطع، ثلاث قطع. وذيك ذيك الدنقه ويا بيش؟ هذا 450,000. السنق مالته مرمر مترتين احمر، شغل درجه اولى، مكيف جرافت، مكيف جرافت طنين بضمان اسبوع. بيش؟ 175,000. ماطرة روتري، شغل جدا حلو. هاي هنا شنو رابط؟ ها مال الولد بس نجي عليه. بالنسبة للرقم تليفونه 077-111-3 مكرر 7-5-9-6 سيد رحمة. حاب تشتري مولدات مستخدمة تجي هنا السوق النهضة باوع. هاي بيش 350. البنزين هاي 125. 125 والزرقاء؟ الزرقاء 125. 125 والصفراء من 125؟ 150. 150 وذنيك الثنين 130. هاي 130 وهاي بربع. هاي بنزين؟ بنزين 400. هاي على 400,000. هاي بنزين؟ غاز. هاي غاز غاما. هاي بيش؟ هاي 110. 110 هاي 130. 110 والحمراء 110. 110 هاي بنزين؟ اي بنزين جديده. بيش؟ بيش هاي جديده؟ هاي قفلها 400. هاي قفلها 400,000. زين هاي السوداء 140. وهاي 450. هاي غاز؟ غاز قام. هاي بيش 150. وديك الصفرة اللي وراها كبيرة 350. والسودة؟ السودة 350. 350 وديك الصفرة؟ الصفرة 400. 350,000. نذن الثنين على 75,000. وذن على شقد؟ وذن على 100 ياباني يصير خفيف على 100,000. شوف هاي الغسالة، أصغر غسالة راح نشوفها ب 15,000. خلاط على 18,000. والمحضرة بيش؟ 13. وهاي هنا على 5.5 ذني. هذا الطباخ الليزري على 20,000. وهاي هنا ب 7,000 والمطحنة على 4,000 دينار. هاي هنا على 1,000 دينار. اي شغله فافون سراحيات. اما هنا فذني تحف بغداديه بيش؟ 5,000 دينار. هاي البغداديات. وهاي وهاي البومات ما بوم على 7,000 دينار. هاي 2 و3 ب 5,000 دينار. هاي صور على 5,000. هاي صور على 5,000 دينار. هاي هنا المراجيح على 110,000 دينار كاملة، هي والسلسلة مالتها. بس جيب وشد. أنا يم الأخ أبو طيبة اليوم جايب لنا أغراض فشي مختلف باور. هاي بيش هاي؟ 85,000 نهايته. وهذا بيش؟ بيضرب. بيش؟ 125. 125 بيضرر بسيط. زين. هاي التخم بيش؟ على 400,000. تخم ملكي جديد زين على 400,000. هذا واحد وفي ذاك اللون الاحمر مثل ما لاحظتوا. هاي التخوم اللي قلت لكم عليها طبعا ذني جلونين مختلفات الازرق والاحمر. 1.7 و1.8. بيش؟ على 400,000 للتذكير.
وعندنا هذا التخم التركي بيش هذا التخم التركي؟ 400 ب 400 مو شكال. ام 400 هو قال اجى يقول ب 450 بس النوب قال ب 400 مو شكال. هاي المبرده جديده على 150 يقول حتى ماطورها ما مجدود. واحد على 40000 هذا على 40000 طبعا عنده اثنين هذا واحد وبصرفه واحد على 40000 شربايه حديد مرتب وهذا زين هذن الفوقات بيش؟ اي على 20 والكاونتر على 125 وين هذاك العتاش شنو هذا؟ هذا 100 100 بيش؟ بيش؟ 35 هذا هنا الميز على 50000 ومال البلازما هم ليش؟ وهذا على 50000 مال البلازما جرابي على 50 والشرابي على 50000 هو قال لي ب 40 قال لي ب 40 ابو طيبه نمشيها على الاخر على 50 هذا على 125000 وعندنا هنا التخم على 150000 يقول للما عنده على 150000 التخم سعره 750000 قفض يجي بي رسم مثل ما جاي تلاحظون على 750000 كلش نظيف هذا على 85000 اما ذني فذن على اما هنا في اشكال والوان العدد اليدوي عدد يدوية شنو ببالك عدد يدوية تلقاه هنا ويكون انسب من السوق هاي شلون سعرك كيف؟ شوف هذا على 35000 شوف هنا كذلك هذا هنا 100 يكون ارخص من السوق اما هنا فهاي جو الجسر جو جسر النهضه اختصاصهم تخومه واغراض مكتبيه شوف اغلبها تخومه اغراض مكتبيه والكاونترات شوف كل شهواي باوه هاي الاغراض المكتبيه من كل شهواي هنا على 75000 هاي الوحده وهذا الكناتر على ايش قد؟ على 125 ابو الملحق والثاني 150000 هاي هنا الشرابي على 75000 هاي الوحده شوف كلش قويات وعنده هاي الطابقين بيش؟ ها الطابقين ب 90000 وذن على ايش قد؟ على 35000 شوف ما شاء الله كلش هوايه هاي على 90000 وعنده هاي على 30000 ام النفر هاي على 70000 المداشم والخشب شوف هاي مستعمله في حق 25 هاي ب 25 ب 30 مستخدمه شوف وعنده هاي هم خشب هم على 25000 هون المبردات قشوره على 40 كامله ب 50000 وب 35000 هم يبيعها والكامله على 50000 المبرده هاي جوا الجسر مال النهضه شوف ذني منظمه كلش هوايه هنا عندنا بسطيه الاخ ابو كرار انواع واشكال النحاسيات بالنسبه للاسعار فراح تكون راح اقلل الرقم مالته تقدر تراسله وتطلب اللي تريده لان هوايه شوف ما شاء الله بسطيه متروسه اغراض يعني شاذكر لكم واحده اثنين 10000 هوايه الله يرزقه باع اليوم جايب لنا شغلات كلش جديده هاي شنو هذا ثلاث هاي ثلاث خواري شنو ثلاث واحد فوق واحد يحمل الاخ بالبخار واحد يحمل الاخ بالبخار حتى كامل هو سواني باع وعندنا هنا هاي مال كفات مال ميزان مو انا ما اعتقد هاي هنا عندنا وهاي الصواني الثقيله باع والحلو بالنحاسيات
كله نقوشات. هاي اشوف هنا انا مال مي ورد بعدني الا تحفة فنية. شوف عندنا هنا الدلات كلش هواية عالم رادة الدلات، وعندنا هناك هاي الاراقيل هاي بغدادية نحاسية هاي؟ ايه هذني نحاسية. شوف وهاي الدلات مثل ما جاي تلاحظون كل شغل حلو وثقيل. هاي هنا الشمعدانات انواع واشكال الشمعدانات. هاي هنا صواني مواعين وكله بينقش كله بينقش. شوف هاي هنا عندنا سراحيات وسراحيات. شوف تحف تحف. وهذا اللي شمال قهوة شواهي. وهنا هنا انواع واشكال الهاونات مثل ما لا شوف الهاونات بقى الهاونات فتشي رابي دن شنو ذني ابو دن مطفايات مطفايات بقى شوايب عندي بعد بقى هنا هاي الكفوف شغلات تحاف بقى هاي هنا كلش حلوات. هذا لجام هاي هنا طاسات للبن فتشي راقي هاي ولا بصفها لاني عندنا عندنا هنا شواهي كلش وصلت علي الانواع. وين هن شواهي؟ اللي جالس اللي شد انواع هذا ما موجود منها بالعراق بس هاي هاي الشواهي يقول ما موجود منهم بالعراق. اذا واحد من اصحاب البناء جدا ثقيلات وحلوات. وهاي هنا خواشي شطلات هنا همين. شوف هنا فتشي راقي هاي مصباح علاء الدين. شوف هاي الشواهي فتشي يخبل بعدنا واحد اثنين ثلاثة. رجع يسوي بيه مقارنة يعني. ده يسوي بيه مقارنة باوع كلش حلو. ثلاث قطع. شنو الفائدة من تبصيقه هذا ثلاث قطع؟ هذا نرمايد. والله يقيس نرمايد يعني. حلو. باوع. والله كلش حلو وثقيل يعني مو بس فتشي ثقيل ومرتب. نقول بانواع عندي بالنسبه الرقم تليفون ابو كرار 0770 0770 5 5 9 8 9 9 8 9 3 3 0. اي استفسار عندكم عن نحاسيات تقدرون تخابرونا. وهنا كذلك عندنا شوف هاي بكارات نحاسيات مالنا راقي يعني هذا مال بابلي كلش ثقيل وبينقش وهم لونه كلش حلو ما يوقع. وعندنا كذلك ذاك همين راقي جدا. شوف مثل ما واضح عندكم هذا هنا درع كلش شغلات مال النحاسيات حلوة. مو بس هاي البسطية عنده بسطية مال بوارة تعال نشوفها. أما هنا فهاي أنواع بوار الصحيات الحمام المغسلة خلاطات من 20 لحد 35 قسم بيهم حتى على 15000 شغلات كلش تحف. هسه عندنا هنا شوف فتشي راقي نفس البسطية مال ابو كرار هو اختصاص هم نحاسيات وبوار ومكان عنده ثاني بمريدي يم السيارات مال كربلاء. شوف شلون شغلات حلوة وكله ثقيل واصلي. هاي كل هالبسطية هاي مال بوار كل هاي الأغراض البوار والنحاسيات مال أبو كرار بالحديقة مقابل مستشفى الكندي. تجي من مستشفى الكندي الطب الحديقة وإذا أجيت من هنا فهذا الجراج مال نهضة قبل هاي الفتحة أول ما الطب تجي عليه شغلاته جدا حلوه.